كابتن اسماعيل، يمكن بدون تفكير وبدون هروب، اسئله سريعه جدا ومطلوب رد سريع ايضا. لو تعرض عليك تدريب النادي الاهلي توافق؟ أوافق. كابتن اسماعيل، لو عرض عليك مدرب عام مع مدير فني مصري توافق؟ سواء منتخب او انديه. لا، ارفض. كابتن اسماعيل، امتى هنشوف اسماعيل يوسف مدير فني لنادي الزمالك؟ بعد قد ايه؟ بعد سنتين ان شاء الله. بعد سنتين ان شاء الله. كابتن اسماعيل، هل بتحلم بتدريب منتخب مصر وامتى؟ ما طبعا يعني، بس يعني هي تبقى بالنسبه لي نادي الزمالك تبقى خطوه فيما بعد يعني ان شاء الله. انما اي مدرب، اي مدير فني او اي مدرب شغال في المجال بيتمنى ان هو يبقى امتى؟ ما هو دايما المديرين الفنيين للمنتخبات يعني لازم يبقوا فوق ال 55. لا مش لازم يعني، مش قبل 5 سنين. 5 سنين؟ مش قبل 5 سنين. كابتن سمير، لو تعرض عليك تدريب الجونه في هذا الموسم توافق؟ ارفض. لو تعرض عليك نادي اتحاد الشرطه كمدير فني وقالوا لك هنجيب ابراهيم يوسف مدير الكره اجباري توافق؟ اجباري؟ لا أخوك. يعني يعني هو ابراهيم يوسف مدير كوره، اوافق؟ هتوافق ولا توافق؟ طبعا طبعا طبعا، يشرفني طبعا. اكيد طبعا، صراحة العلاقه بين الاخوات الايام دي مش لا مش قويه. لا ده حبيبي، ده ابويا، ده ابراهيم، ده مش اخويا، مش اخ عادي، ده ابويا. كابتن اسماعيل، الاقرب لتدريب الزمالك في الفتره القادمه كابتن طه بصري، كابتن حلمي طولان، كابتن محمد حلمي، كابتن اسماعيل يوسف؟ كابتن حسام حسن. كابتن اسماعيل، الاقرب لتدريب منتخب مصر كابتن انور السلامه، كابتن شوقي غريب، كابتن حسام حسن، كابتن اسماعيل يوسف؟ الكابتن حسن شحاته. يعني بعد كابتن حسن، بعد كابتن حسن شحاته الاقرب كابتن شوقي غريب. كابتن اسماعيل، رايك في المدرب المحلل الفني في الفضائيات او في التلفزيون المصري؟ ما بحبذهاش يعني، ما بحبذهاش، خصوصا لو شغله مرتبط ب يعني بمباريات ومواعيد مباريات، انما في مدربين كبار بيقدروا يوفقوا بين الاثنين يعني، انما انا شخصيا ما مش ميال ليها يعني. اخيرا، نفسك تشوف عمر اسماعيل يوسف لعيب كوره؟ هو لعيب كوره، هو لعيب كوره كويس ان شاء الله، بس يعني محتاج فتره سنتين وهيبقى من هفات الديفندر الجامدين جدا ان شاء الله باذن الله. اقوى من الكابتن، انا شفته يعني، شفته مهاريا من الناحيه المهاريه لعيب كويس. عمر، وفي بقى الناشئ صغير يوسف صغير بعده ان شاء الله، هو خالد، هو عمر وخالد يحملوا الرايه بتاعتي ان شاء الله.